خاتش، هذا هدية ما طلعت خاتش، شرته طلعت الخاتش، هذا مشكلة خاتش مال الحال وهذا مشهور. وين مريم؟ مريم سويت الباب شوي يمه؟ من اللي جا الضرب السوق الجهال تقوم تكرخ وتبكي واحنا بي 20 راس دابه السوق نمشي والسوق نمشي لما واحد مرحوم احد قنامي من الرق زاد اعطانا زاد كان معانا قاضي زاد اعطانا هالخيمه قرضه حسنه اذا ما عندنا حشي تنفصل هالخيمه اعطانا زاد قرضه حسنه وجينا بنيناها في الرمال لنا 5 اشهر 2015 يما تهجرت هذه المنطقه عاشوريه كانوا ساكنين فيها وتهجرت وراحوا منها المنطقه العاشوريه وجيناها متهجره واحنا من هالمنا هكال المهجر عمرنا لنا شوي مشان هالجهال وسوينا لنا ذروه وقعدنا بيها. اي والله بيوتها مدمره اي بالله والله عمرنا منها حجار. شنو استفادينا منها؟ ما استفادينا كل شيء. شنو بدنا نستفاد؟ اكل شرب ما استفادينا. استفادينا هالحجار وحطيناها عمرنا بيها. هسه ما عندنا غير هالحديد تبوعي شوفي متكربسين كلنا مع بعض لا حمام ولا مطبخ ولا كل شيء بيه ولا ميه ولا دش ولا صوبه ولا دخل على من حالتنا. نجمع خشب من الشاطئ ريحة البارحة اخذت برميل تبدأ قطعه واحط صوبه قدام البنات يقول الا جيب ال 15000 تساوي قلت ما عندي 15000 والله العظيم قالوا صغير اعطونا مازوت وركبناه ما يوفي توفي يوم يومين 10 ايام وين اروح النوب؟ هسه هل تشوفينها هذه ما بيها لا حمام ما بيها الاغرفة ضيوف ما بيها غير مقعد اللي قاعدين بيها ستر حال. قولي غير هذه عملنا احنا 10 هذا الدفتر زاد معاي كل شي ختار وصغير وبنت وعزابيه وكنا بهالخيمه ساكنين 10 اشخاص. ابدا وقت يجي مطر كنا قاعدين برا احنا ما قاعدين جوا. نفس الشيء. بس ايش نسوي؟ ارجع اقول لك جوعانات ما تن من الجوع و20 راس و10 تنفس عليها. التبن ما عاد نقدر نشتري. التبن قالي ما عاد نقدر نشتري. هسه حب التبن ايش ثاني؟ يرجونها علينا ب 1000 ليره. اذا مثلا 50 كيلو مو 50000 100 كيلو مو 100000 من وين اجيب هنا؟ عملت لي المكان من هالمهجره وهل بنت جيتها مهاجرة من داعش أولي عملت المكان وسويت أحس خالتي هل وجعانة بها وجع براسها ما عندي تروع تقطر تقطر حالي الصحة بعد شيء فلان صحة والعافية أنا صحتي ما عندي تروح تقطر حالي يمة لا ظلت لنا راضي لنا من الهجيج ولا عاد نطش ولا عاد نزرع ولا عاد نسوي اراضينا بس بعيننا ما ندحق عليها ما نستجد ندحق عليها زاد نقول هاو اسعي يضربون هاو اسعي يضربون حتى اراضينا ما عاد ندحق عليها راحت والله ما من الهجيج لا نشوف حبه حب لا نشوف حب الشعير لا اول مش كنا اراضي ملاكه كنا نفلح كنا نشتغل وعايشين كنا نروح على هالقطين نفلح بيه احنا نشتغل وعايشين منه تجينا شوالة حب من فرحتنا عايشين ما عاد تجينا زاد ما هو اراضي ملك ما عندنا بنوبه يوم احنا ملاكه والله ما عندنا كنا عايشين بشغل دينا وراح منه ما نستجري والله من طلعنا منها يعني شو اقول اذا مات واحد يما هيك وبراته شوي بعيد يما نروح يما ما نروح زاد والله العظيم وين نروح يا اخي الله يرحمه اذا بي حدا حواليه يدفنونا واذا بينا شيء نبعث له اذا نقدر ما نقدر زاد ما نبعث له والله يرحمه وين نروح؟ نروح على الموت؟ قالوا لي نروح قاعده نعيش ثلاثة ملك اجدادنا واراضينا ومستقبلنا كله هين ما نقدر نترك نطلب برا البلد منه عارفين شريف قالت قلنا الدجاج هذا سوق الدجاج انا احط بالجاز ولا الله يدفعني علي اقعد بيه الحمد لله يا يعني. الله مع الشدود والدبر ما حدا يموت من جوع. اي وجع الصبر